يعني هو يا اخويا ما كانش في مطرح تاني نتقابل فيه غير دهون؟ يعني اعمل ايه بس يا بنت؟ ما الزياره كانت في المكتب بس المأمور اشترط عليا، يا اما انا اظبط له الدش يا اما ما اشوفكيش. خلاص يا اخويا مش مهم، المهم انك وحشتني قوي. وانت كمان قوي يا بنت. في ايه يا عصفور؟ معرفش. هو تيسير بيه هنا كمان؟ اصل الظابط ابن الورمه ده عامل لي قاله في دماغي. يعني هو مش هنا هون؟ لا. خلاص يا اخويا اقعد، خليني اتغنى بيك شويه، وحشتني قوي يا عصفور. وانت قوي يا قرطاس النكد. المهم قوليلي، فاتن وعم هيصه وكوبايه وبخ عاملين ايه؟ عمك هيصه وهو مهيص. البت فاتن يا عيني هي اللي حالها يصعب على الكافر. ليه كفالة الشر؟ طردها بير الزفت هي وابنودي، وهم قاعدين مطرحك في السطوح في الاوضه لحد ما انت تيجي. ساتر يا رب، انا مش عارف بيرم ده اتلحس في دماغه ولا ايه اللي جرى له بالظبط. استغفر الله العظيم يا رب. سيبك منه، المهم انت كويس. ما انت عارفه يا بت، عصفور يفوت في الحديد، هنا في الداخليه ما يستغنوش عني. يعني انا الصبح مثلا اجيب ولاد سياده اللواء من المدرسه، واجيب علبه سجاير لسياده النقيب، وارجع بالليل المع جزمه سياده المامور. وعندك برضو شويه حاجات كده برضك، يعني ايه بعملها، اظبط دش، اظبط طبق على سطح، اطير اعمل اي حاجه كده يعني بتقدر. عقبال يا اخويا ما تركب الطبق بتاعنا. الا ما هم هيخرجوك امتى بقى؟ مش عارف يا بت، بس هتستنيني؟ امال ايه يا عصفور، هستناك ولو طول العمر. وهنحقق حلمنا يا بت. صحيح يا عصفور، هنتجوز؟ لا نتجوز ايه، انا اقصد يعني نحقق حلمنا، هنفتح السوبر ماركت اللي كنا بنحلم بيه ونسميه السوبر سوبر ماركت، اسقاطا يعني ان انا كنت سوبر، ونوصل طلبات للمنازل، نوصل بيض وعسل وجبنه. بقولك يا بت، انا الدنيا علمتني حاجه غريبه قوي، الانتر بيوتي. ايه الانتر ده؟ عفوا ما انت جاهل. هقولك ايه يعني الجمال الداخلي يا بت، يعني الانسان مش بمظهره. يعني عندك مثلا سلمى موزه وستايل بس سودة من جوه، انت مثلا وحشه وبيئه ومعفنه بس زي البافته البيضة من جوه. بقولك ايه يا عصفور، عايزه ايه قرطاس النكد؟ الشبشب ده هو جديد، واخد بالك معايا، وانا مش مستغنيه عنه. ما تخلينيش بقى انسله على دماغك تاني يا عصفور، وحسك عينك تجيب سيره اي حد غيري يا عصفور. بتغير يا بت؟ امال ايه، بغير طبعا، وبحبك قوي كمان. وانا كمان يا بت بجد يا عصفور. او ربنا، بحب نفسي قوي يا بت، وشايف نفسي حاجه كبيره قوي، بس اخرج من هنا. نهار اسود عليا. في ايه يا قرطاس النكد؟ ده قرطاس لما يلبس في نافوخك يا بعيد. الزياره خلصت يا اخويا. فينك يا اخويا من الصبح؟ فينك من زمان؟ هات بقى الريموت ده هون. هتعملي ايه يا بنت المجنونه؟ انا هلعب بيك البلاي ستيشن النهارده. اهو اهو. انت مجنونه يا بنت؟ انا اهو اهو. بعد إذنك هنستضيف ابنك عندنا يومين، ولسه في خمسة تانيين تحت. معلش أصل ابنك تقيل شوية، عايز على الأقل سبعة يشيلوه. وبلغي جوزك إن الموضوع مش هيقف عند نظامه بس، بلغيه لو عايز ابنه يرجع يطلع على النبي يجيبه. ايه ده؟ تيسير بيه؟ أنا ضعت يا مدحت. الله. أنا ضعت يا مدحت، أنا ضعت يا مدحت. ده في صلى على النبي. والله ضعت خالص. لا 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 لا، صلى على النبي، كل حاجة تتظبط. تعالى اتفضل 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 اتفضل. صلى على النبي يا راجل، بس صلى على النبي. أنا ما استحقش كده يا مدحت. أنت عارف أنا بحبهم قد إيه؟ أنا تطردني كده؟ أنا تيسير فهمي أبقى مش لاقي مكان أبات فيه؟ عيب يا تيسير بيه، عيب لما تقول الكلام ده وبيتي مفتوح لك. لا لا يا مدحت، لا لا، أنا ما بحبش أتقل على حد، أنت عارف. تتقل على حد؟ يا راجل عيب، عيب، ده احنا اخوات. إذا كان كده مفيش مشكلة. بابا هو عمو هيبات معاه تاني؟ آه يا حبيبي هيبات. يوه، واحنا نرجع القرف ده تاني. شفت؟ قلت لك يا مدحت الولاد مش هيبسطوا. يا فندم الولاد بيحبوك قوي، صح يا ولاد؟ عندهم حق يا مدحت. إذا كان أنا مراتي وابني مش طايقني، مراتك وعيالك هيطيقوني ليه؟ ها؟ أنا هشوف لي أي جامع مكيف كده أقعد فيه لغاية ما أدبر شقة. عيب يا تيسير بيه. عيب ما تقولش كده. لا مش عيب ولا حاجة يا مدحت، يومين ثلاثة في الجامع مش قضية يعني.
يا فندم عيب، عيب تقول كده وانت اصلا ما بتصليش. جرى يا مدحت، انت لا بترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل. طب ايه رايك بقى ان انا هبات عندك في البيت وفي اوضه نومك؟ والله حضرتك يشرفنا انك تبات عندنا يعني، بس انت شايف الظروف يعني. لا 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 لا، ما دام بتقصر بتقصر ولا لا ما تقدرش ده. بهزر طبعا. للحظه تخيلت ان حضرتك بتتكلمي بجد. لا لا انا هقوم انام في اوضتكم. ايه ده؟ دينا بتتكلم. ارد ولا ايه؟ لا 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 لا، اتقال. تفتكر؟ احنا مش قلنا ما بيجوش الا بالجزمه. سوري حبيبتي، ده هم مش احنا. قفلت اهي. اي اي، بعتت رساله كده جابت ورا. بيرم خطف نظام. لازم نتصرف حالا وفورا عشان نطلع نظام. نتصرف يعني ايه؟ يعمل ايه يعني؟ يعني ايه نعمل ايه؟ نطلع له العنابي، هو اللي يعرف يتعامل معاه. انت فاهم ان انا ما حاولتش؟ الشرنقوط هو اللي رافض وبيقول اننا لو طلعنا العنابي هنتفضح قدام الشعب ويتعرف انها كانت تمثيليه عشان نطلع العنابي خاين. بقول لك ايه، ماليش في الكلام ده، انا عايز ابني. وبعدين يا بني ادم، انسى انك لواء شرطه وفكر في انك جد وحفيدك مخطوف ومش هيرجع غير لو العنابي خرج. يعني مفيش حلول تانية قدامنا غير اننا نطلع العنابي ده؟ مفيش حلول غير كده. هي دينا ما قالتلكش ان بيرم لما جه ياخد نظام قال لها خلي جوزك يطلع العنابي؟ ما تقولي له حاجه. ايوه يا بابا، هو قال لي طلعوا العنابي والموضوع مش هيبقى موضوع نظام وبس. بابا انت لازم تجيب لي نظام، انا عايز ابني. اهدى يا دينا، اهدى يا تيسير. احنا ممكن احلام الفلوس ندي الاسم بيرم بقى قرشين ويرجع لنا نظام. يا عم وين المصحف؟ بيرم عايز فلوس. امال عاوز ايه بالظبط؟ عاوز يذلنا قدام الشعب ويبهدل في كرامتنا؟ عايز يذلنا ولازم نطلع له العنابي. يا ابني ما تصعبش الموضوع عليا، موضوع طلوع العنابي ده مش في ايدي، الحكايه اكبر مني. يعني ايه؟ يعني ابن نظام خلاص راح مني؟ انتوا السبب، شفت اخرت كتفك عملت فيا ايه؟ لازم تطلعوا لابني، انا عايزاه، حرام عليكم. عندك حق يا دينا، انا السبب في اللي حصل لنظام، بس انا اللي مسؤول اني ارجعه. بعد اذنك يا سياده الاول، انا هتغدى وانام ساعتين وبعدين انزل. معلش يا مدحت، كان في شويه بسله بالجزر كده فكلت ونمت ساعتين. الفان عليك يا فندم. دلوقتي فاروق رافض موضوع العنابي ده. انا مش عارف اعمل ايه يا مدحت، عندي حموده غريبه جدا. حموده ايه يا فندم؟ انا بتكلم في نظام ابنك اللي مخطوف، يا ابنك. ايوه صح. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي في موضوع العنابي ده؟ انا كده هضطر استخدم الحل اللي كنت شايله للاخر. اللي هو لسه هنقف نتكلم. اركب يا فندم.